احنا يا سادة لما تكلمنا عن الادمان اتكلمنا عن الادمان لاني احنا مش هنسكت على اي حاجة بتوجعنا، مش هنسكت على اي حاجة لازم يشارك فيها اهل الدين بما اودعه الله سبحانه وتعالى عليه في قلوبهم من نور ومن امانة. لان في الحقيقة انا شفت طول حياتي ان من احد اهم اسباب علاج الادمان ان حد يحس ان في امل. لازم اي حد عنده اقتراب او وقع في هذه في هذا المنزلق وفي هذه الهوة لازم يعرف ان لسه في امل. وانا هقول له اياك تصدق كذب الوجع والالم ان الحياة بتموت وان الفرح اتخنق وان السعادة تعجز لما الزمان بيفوت وان الزمان والشكالح مليان سواد والهم فيه مكبوت. كل الاكاذيب دي يا صاحبي تدوب لما يجي الصبح وفي ايده طبق القوت. كل يوم الصبح يجي وياه شنطة فرح، شنطة هدايا وحنان تداوي اللي اتجرح، يمسح بنوره فوق قلوب المحتاجين، يطرح منح. الصبح يا صاحبي مش مجرد نور، الصبح باب جديد للحياة واتفتح. يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي، يا سندي ويا سعدي أنت وحدك مددي. يا رب نسألك وأنت الرحيم وأنت الجواد لمن وقعوا في ظلمة الإدمان وتعاطي المخدرات أن تكن عونا لهم يا كريم يا ودود، اشملهم برحمتك واهديهم إلى سواء السبيل وكن مددهم يا كريم يا رحيم يا رب العالمين.